الله الرحمن الرحيم، مشاهدين قناة معدات صغيرة وبسيطة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الذي أختصه لكم جميعا لأعزاء المشتركين في القناة، وأحيي أيضا المشاهدين الجدد على قناتي الحرف والإبداع والخروجات لفلوغ أو الجولات. إذا على بركة الله أقدم لكم تنبات للتكشيطة المغربية، تكشيطة العروسة من أحسن اللباس الذي تستحقه العروسة. اليوم أقوم بالتنبات العقيق بمختلف الأشكال، وبعد إنهاء التنبات أقوم بلصق العقاد، وأترككم لمتابعة الفيديو ومع بعض الشروحات في الخدمة. إذا المشاهدين الكرام، كما ترون معي في هذه اللحظة أقوم بلصق ريزستراس. للصق ريزستراس فهو ليس مثل العقاد أو العقيق السرع أو الحجيرات اللامعة، فهو أقوم بدوران الخيط عليه. هذا هو كيفية لصق ريزستراس. إذا المشاهدين الأفاضل، هذا هو ريزستراس لامع ويعطي لنا ألوان مثلا أشعة الضوء. فبعد إنهاء تلصاق ريزستراس أقوم بتقطيع هذا الريزستراس بهذه الطريقة. فبعد لصق ريزستراس أقوم باختيار الحجيرات، هذه الحجيرات بمختلف الأشكال. لدي العقيق السرع، ولدي أيضا حجيرات على يعني نقول مربعية، ها هما. إذا هذه الحجيرات التي أقوم بلصقها فهي فيه هذه على شكل مربع مربعية، فأقوم بلصقها من بأربع ضربات، ضربة يعني ضربة في الكتان أو التوب. فضربة أضربها في الحجيرة، هذه الضربة الأولى، والضربة الثانية يعني لصق هذه الحجيرة بأربع جهات. فبعد لصق حجيرات على شكل مربع التي فيها لون الثوب يعني الوردي، أقوم بلصق هذه الحجيرة اللامعة في وسط هذه الرشمة، في وسط هذه الزواقة التي محاطة بريزستراس. و
وهناك أيضا لصق العقيقس رع فيها في هذه الأماكن ليعطي جمال للتقشيطة. فبعد لصق ليزيستراس والحجيرات اللامعة أقوم بتقطيع العقاد، يعني بعد إنهاء لصق التنبات في هذه التقشيطة نرسلها لمن يقوم بتلصاقها بالماكينة، يعني لصق القطان والصفيفة وجمع الطرفين بما فيها حسب ما نقول الربوعة والظهر والكمام، كذلك إلى بعد من الفصالة في الجناب لتعطي إيفازي حسب ما نقول بالدارجة أو ما يفهمه الحرفيين في الخياطة التقليدية للنساء. إذن بعد لصق وجمع هذه التقشيطة نقوم بإنهائها بالعقاد، فبعد تقطيع العقاد نقوم بلصق العقاد حبة بعد حبة حتى إنهاء تام للتقشيطة المغربية، إنهاء كليا لصق العقاد والتلوية عليهم وثم جمع الطرفين. إذا المشاهدين الأفاضل، هذا هو درسنا في هذه الحلقة من هذا الفيديو، وأشكركم على حسن المتابعة، فأرجو من المشاهدين والمشاهدات الكرام أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله. إن كنت أول مرة من المشاهدين على قناة معدات صغيرة وبسيطة فدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله تعالى.